السلام عليكم، مساكم الله بالخير. هناك حديث يدور في الكويت حول تقديم الحكومة إلى مجلس الأمة باقتراح يخص فرض الضرائب والقيمة المضافة على الدخل وعلى بعض المشتريات، وهذا الأمر لعله موجود الآن في السعودية وفي الإمارات وقريبا في قطر. فما هو حكم الإسلام في الضرائب؟ أولا، في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده لم يأخذوا من أموال الناس إلا الزكاة التي فرضها الله، فتؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقرائهم، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء من بعده شيئا غير الزكاة. تكلم الفقهاء بعد ذلك في حكم أخذ الدولة السلطة شيئا من أموال الناس مثل المكوس، هل هذا الأخذ جائز من الناحية الشرعية؟ تكلموا في حدود ضيقة سأذكرها لكم الآن. أولا، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فلا يؤخذ المال في غير الزكاة إلا بطيب نفس من صاحبه. ثانيا، بيّن صلى الله عليه وسلم في المسند، مسند أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب مكسن، صاحب المكسن الذي يأخذ ضرائب بغير وجه حق، هذا متوعد بالنار ولا يدخل الجنة. تكلم الفقهاء عن حالة يجوز فيها للسلطة فرض الضرائب على الناس، مثال أن يكون في الميزانية عجز عن تقديم الخدمات للناس مثل بناء المستشفيات، تعبيد الطرق، بناء المدارس، فالميزانية فيها عجز فيؤخذ من أموال الناس بقدر ما تقدم لهم هذه الخدمات، ولكن تراعى أحوال الناس، فحسب الدخل يؤخذ من التجار ما لا يؤخذ من الفقراء والمعدمين، فتراعى أحوال الناس في هذه الضرائب التي تفرض عليهم. إذن اشترط الفقهاء أولا استنفاد المال في ميزانية الدولة بيت المال قبل فرض الضرائب على الناس، ثانيا أن يكون القيم على إدارة شؤون الناس أمينا يخاف الله جل وعلا حسن الإدارة لشؤون البلاد والعباد.